نرجو أن تبينوا لنا كيف تكون نية الصيام، هل تكتب نيته في أول الشهر أم لا بد لكل يوم من نية؟ جزاكم الله خيرا. لا بد لكل يوم من نية في شهر رمضان، لأن كل يوم عبادة مستقلة يحتاج إلى نية قبل الفجر أو الواجب منها قبل الفجر، فلا يجوز تأخير النية عن طلوع الفجر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يجمع النية من الليل. أما صيام النافلة فيجب للإنسان أن ينويه من النهار إذا لم يكن تناول مقصرا فيما بين طلوع الفجر وبين نيته، يجوز نية من النهار ما لم يكون الإنسان أكل أو شرب بعد الفجر، لأن النافلة صوم النفل أوسع من صوم الفرض. جزاكم الله خيرا.